السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 9/2، أكيد بكون في وقت للدعاء ووقت للمناقشة، فإحنا هلا شوي عم نتناقش، عم نقول إنه كل واحد له تفكير معين وفهم معين للآيات بشكل عام. كل الآيات القرآن وكل الكتب المقدسة أنا بنظري هم ذكر، ودائما ذكر الله محفوظ. في ناس ثانيين بقول لك ذكر الله غير محفوظ، في ناس بقول لك في عذاب قبر، في ناس ما عذاب قبر، يعني في كثير شغلات. احنا نركز على الشغلات المشتركه بيناتنا، ما نحاول نركز على شغلات الاختلافات، نركز على الشغلات اللي هي المشترك على اساس نكون دائما مع بعض كويسين. على كل زي ما حكينا انه مثلا في ايات كثير، مثلا في ايات كثير انه زي بيقول انه يدبر الارض من السماء الى يدبر الامر من السماء الى الارض، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني خلال 1000 سنة هيصير في شيء. ففي ناس بيفهموا آيات شكل زي قلنا مثلا لكل أمة أجل ولكل أجل رسول. في ناس بيفهموا شكل وبيفسروا شكل، ويقول لك ونحن ننصر رسلنا، إنه في لما يجي رسل سواء إنه كانوا صح أو مش صح ربنا هو بينصر هالرسل هذول. في ناس بيقول لك لا، ربنا ما مش شرط ينصره، يمكن ينصره في العالم الثاني. سلم ايديكم قلبكم. انا عم بحكي بس على بشكل عام، يعني كم آية فيها لها تفسيرات، ومش غلط ان يكون في اختلاف، بس الغلط ان يكون في مشاكل عشان هالاختلاف. حتى لو كان في نقطة صح أنا بآمن فيها صح ومتأكد إنه صح، إذا صرت أناقش فيها وأجادل خلاص أنا راح علي الصح، لأنه ربنا ما بيحب، ربنا ما بدنا إحنا نتخانق باسم الدين مع أي حدا تاني. يعني أوكي اقتنع، بس أنا بعرف إنه القرآن الكريم لازم يكون في قراءة، يكون في حفظ، يكون في تطبيق، محاولة تطبيق، محاولة فهم، محاولة تدبير، يعني وكل الكتب السماوية. عشان هيك بنشوف مرات في ناس لا أخلاق، لا دينيين بس عندهم أخلاق عالية جدا، وفي مرات بنلاقي ناس ما عندهم هوية كمان عندهم أخلاق. الله يحفظكم جميعاً.